الأخبار من ATV العدالة وفيها الفضل يعتذر للمطيري عن قسوة عبارته خلال تعليقه على مقترح إسقاط القروض. النقل الخارجي لمعلمي التربية قبل 27 من الشهر الجاري. لا إيصال للتيار الكهربائي إلى المباني المخالفة لمدونة حفظ الطاقة. ومن العناوين إلى التفاصيل. عبر حسابه بتويتر، تقدم النائب أحمد الفضل برسالة اعتذار للنائب ماجد المطيري عن العبارات القاسية التي استخدمها في معرض تعليقه على الاقتراح المقدم من المطيري لإسقاط القروض. وأكد الفضل أنه ما زال عند رأيه أن مقترح إسقاط القروض معيب وبه عدة ثغرات، لكن السجال البرلماني والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وددت أني أعتذر حتى يعلم هو ويعلم الأخوة حتى ناخبين أن لا يوجد أي مشكلة بيني وبين الأخ مقدم الاقتراح، وهو عزيز وحبيب وطلال، وهقوتنا في عودة، يعني أنا هقوتي في كبيرة، ما هقيتها من أن يتقدم بهذا الاقتراح بهذه الطريقة، يعني من غير تنسيق معانا إحنا مع النواب، وشعرت فيها أن هذا فيها نوع من التغول على أعمال باقي النواب، يعني هاي طلعت الكلمات قاسية، لكني مع عزة ولي قدر أخونا أبو طلال تقدمت له بالاعتذار، ويعني ما أبي أن العملية تطلع من موضوعيتها إلى موضوع شخصي أبدا، ما بيني وبين إلا كل حب وكل تقدير، وهو يعلم هذا الشيء. ما زال تصريحي في مكانه، وما زلت أرى أن هذا الاقتراح معيب وفيه عدة ثغرات وعيوب من الناحية الفنية. أنا أعتقد أن هذا الاقتراح عمل عليه من الناحية التسويقية أكثر من الناحية الفنية، لم يسأل فيها أصحاب الاختصاص، لم تدرس مضاره، ولم تدرس كذلك حتى منافعه، ولم تحدد فيه الفئة المستهدفة اللي محتاجة إلى المعونة. فما زلت عند رأيي بأن هذا الاقتراح سيدخلنا في ربكة، وربكة شعبوية فقط تثير حنق الشارع على المجلس ولم يكن في الحسبان. ومبلغ ألمي من هذا النوع من الاقتراحات هو العمل المضني اللي عملته لجنة الأولويات اللي أنا رئيسها على مدى دورين انعقاد، من ناحية تقريب وجهات النظر، ومن ناحية تقريب وجهات النظر بين النواب، بينهم وبين بعض، بينهم وبين الحكومة، وضع جداول زمنية نتوقع من خلالها ننتهي من عدة اقتراحات بقوانين ومشروعات بقوانين، ثم يأتيك موضوع من هذا النوع يربك عليك الحسبة كلها، ويأتونك 10 يطالبون بأولويته، وقبله بشوي طالبين لك كذلك أحد النواب أنه يأتي بموضوع البنزين ويجعله أولوية. طيب وشغلنا اللي فات هذا كله؟ يعني ما وسعكم أنكم تأتون لنا إحنا كنواب موجودين على رؤوس لجاننا وقاعد نعمل عمل مضني، وأنتم تعلمون وترون وتنسقون معانا هذا الموضوع، كنا وجدنا لكم حل أفضل، توقيت أفضل، حتى رؤية تسويقية أفضل، مو بهذه الطريقة سهلة جدا. هذه الطريقة اللي حصلت حقيقة، يعني أي واحد ممكن يعملها وأي واحد ممكن يكتبها على شتى الطرق، اليوم تقول لي مدينين، بكرة أنا لي أي قطاع من المجتمع وأقترح لزيادات معينة وأطلع فيها بطل قومي أمام هذا القطاع. فلذلك احنا كنا ضدها. اما اعتذاري فاعتذاري هو من الشخص نفسه، يعني مقدم الاقتراح لا صديق وعزيز وحبيب، ولا انا ما ودي انه يزعل يعني وتصير هذه المماحكات في العمل السياسي. بدأت الجهات المختصة في وزارة التربية إجراءات إعداد قرارات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين في الانتقال من مناطق تعليمية إلى أخرى، حيث يتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات وإصدار القرارات قبل انتهاء عطلة الربيع في 27 من الشهر الجاري، ليباشروا أعمالهم في مدارسهم الجديدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
اعتمدت وزارة الكهرباء والماء مدونة حفظ الطاقة في المباني التي حددت شروطا إلزامية لإيصال التيار الكهربائي إلى المباني الجديدة، مبينة أن للوزارة الحق في الامتناع عن إيصاله إلى مخالفي الشروط. وصرحت مديرة إدارة كفاءة الطاقة في الوزارة إقبال الطيار بأن الاشتراطات تتمثل في الالتزام بالقيم القصوى المسموح بها لمعدل استهلاك الكهرباء لكل متر مربع لأجهزة الإضاءة والتكييف، وأن تنتج المباني الحكومية الجديدة ما لا يقل عن 10% من الحمل الأقصى للطاقة المطلوبة لها بواسطة الطاقة المتجددة، وتستخدم أجهزة التكييف ذات السرعات المتعددة لطاقة التبريد التي تقل عن 1000 طن، إضافة إلى التزام المبنى باستخدام نظام التكييف المبرد بالماء للمشاريع التي تتجاوز طاقتها التبريدية 1000 طن. ارتفع سعر برميل النفط الخام المحلي $1.20 في تداولات أمس ليبلغ $52.640 مقابل $51.440 للبرميل في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% أمس في جلسة متقلبة، كما ارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة.